مشاهدينا بالتأكيد سوف ننتقل معكم إلى حكايات أخرى أيضا، هي من الأماكن التي تروي وترى حكايات الآباء والأجداد في الماضي وتعيد لنا ذكريات من سكنوا وعاشوا فيها. يعتبر خزان مياه مدينة كلباء من المعالم التي يستذكرها الأوليين، وأكيد زميلنا حمدان المازمي ما قصر، خذانا هو برفقة الوالد خليفة الصاحي وعرفونا على هذا الخزان، فخلونا نتابع معاهم تفاصيل هذا التقرير. نصبح عليكم بكل خير مشاهدينا الكرام، ونحييكم تحية طيبة ويا مرحبا بكم ويانا وين ما كنتوا. طبعا اليوم متواجدين بعدسة الشرقية من كلباء في مدينة كلباء، وبالتحديد أمام هذا البنيان اللي ترونه مشاهدينا الكرام. هذا يعد أول وأقدم خزان مياه في مدينة كلباء، وكان يستفيد منه جميع من يسكن في مدينة كلباء. خلونا في تقريرنا هذا مشاهدينا الكرام نتعرف بشكل أكثر على هذا الخزان، ونسمع شيء من القصص من أحد أهالي مدينة كلباء. في منطقة الحنينية في مدينة كلباء يقع أول خزان ماء تم إنشاؤه في المدينة بطول ما يقارب 13 متراً وبعرض ما يقارب 8 أمتار وبارتفاع 15 متراً، وتم البناء في بدايات انتقال الدولة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وقد تم إنشاء الخزان في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وقد اختير أن يكون بناء الخزان على ند مرتفعة لتسهيل عملية تدفق الماء في الأنابيب إلى مختلف أنحاء مدينة كلباء وما جاورها من الآبار التي كانت تغذيها في تلك الفترة. هذا الخزان طولة عمركم كانت المنطقة اسمها الحنينية أول في الأول، ولكن من بعد انبنى هذا الخزان واصبحت منطقة الخزان بسبب أن هذا الخزان هو اللي انبنى. الخزان اللي انبنى هذا طولة عمركم أول كان الناس تروي على الحمار ببيبه، الناس يجوا على المزارع في هناك طوي اسمه طوي وسام، فيشدوا الماي من وسام يودوه على روسهم في الحال، حد يسميه ميناوي حد يسميه حال وفي البيبة. لكن مما بعد الله يرحمه في حكم الشيخ خالد بن محمد طلبوا الجماعة ما يسوالهم أن يكون في بيبات، فقاموا وشافوا منطقة في هذه اللي وضع عليها الخزان أن هذا المكان صالح إلى يوضع عليه الخزان، لأن هذاك الأيام ما في يعني بيبات اللي هي اللي اسمها المكاين التوازي، فيابوا مكاين ديزل وسووا طويان. الطويان عميقة لأنه عشان تطلع الماي إلى الخزان، بعد ما بنى هذا الخزان الماي يطلع الطلعة المكاين وتوديه للخزان، لأن هذا المكان مرتفع حد يسميه نقع حد يسميه ند، فهذا المكان مرتفع للبلد، لأن البلد هناك في مكان منخفض لازم يحطوا مكان عالي علشان يوصل الماء للبلد. البلد إلى وين؟ خور كلبة إلى مدينة كلبة إلى السور، هذه المناطق اللي مجاورة هي تمدد إليها هذا الماء، وهذا الخزان هو اللي فاد المنطقة بارتفاع ماله. ولكن كيف انبنى هالخزان؟ انبنى حصى يابوه من اليبل، الحصى هذا يابوه من اليبل والسميت معروف وين يورد، واللي اشتغلوا في ناس أهل البلد أكثر شيء أكثر شيء أهل البلد. موسيقى
إذن هذه هي كانت قصة الخزان اللي موجود في مدينة كلباء، وهو يعتبر أول خزان مياه موجود في هذه المدينة. أمانة رسالة شكري أقدمها لهذا الرجل اللي ما مقصر، دائما كل ما ندعيه على شاشة الشرقية هو يكون دائما أول حاضرين، يفيدنا معلوماته، يفيدنا بالتاريخ اللي عنده. الوالد خليفة صاحب محمد، جزاك الله خير يا أبو محمد، ودائما ما مقصر في كل المعلومات اللي تثري محتوانا فيها من الجانب التاريخي والتراثي. إذن مشاهدينا الكرام، نتجه الآن إلى موضوع آخر وهي الأسرة. تعتبر الأسرة حجر الأساس في المجتمع، ولها أهمية كبيرة على جميع المستويات، ومن الطبيعي بأن تواجه الأسرة في بعض من الأحيان بعض من المشكلات، خصوصا مع هذا التطور الهائل في العصر الحديث، وقد تكون هذه المشكلات نفسية أو مادية، ولذلك من المهم جدا التعرف على كيفية حل المشاكل الأسرية، وبالتأكيد للتغلب على هذه الصعوبات في هذه الحياة والنجاة بالأسرة إلى بر الأمان. راح نتحدث عن هذه المشكلة مع طبعا الأستاذ سالم حسن بن علي، وهو خبير أسري. نصبحك بالخير ويا مرحبا بك. الله بالنور السرور يا أبو. حياك الله. مرحبا بك أهلا. يعني أتوقع بأن الجانب الأسري وهذا المجال يعني مهم جدا، وهو يلخص الكثير من الرسائل الإيجابية التي لربما يصححها الأفراد المختصين فيه. سر دخولك لهذا المجال؟ والله سببين سبب دخول المجال هذا. أول شيء أشكركم على استضافة ورحب بالسادة المشاهدين. يا مرحبا. السبب الأول لأن تجربة شخصية، أهلي انفصلوا عن بعض وأنا في سن صغيرة عفوا، فيقال أن فاقد الشيء لا يعطيه، إنما حاولت أن أقول فاقد الشيء يعطي. عندما يمتلكه يعطيه مبالغ، ما يدرى شخص عندما بمرارة فقدانه. جميل. وثاني من ثاني أني شفت عندي هالموهبة هاي، صادفت حالتين يعني، ولسنا مع الأزواج وفضل سبحانه وتعالى، ومن ثم بالنية الصافية من الطرفين تحلت الإشكاليات على خير الحمد لله. هذا كان قبل دخولك للمجال؟ قبل دخولي نعم، شجعني وكانت يعني هذه نقطة البداية. صحيح. يا سلام. هل المجال صعب؟ والله في أكيد يعني في صعوبات أكيد يعني. يعني من يصلح ما بين فردين أو النية. بين أسرة. صحيح. النية موجودة أو لا، يعني الواحد ما تعرف يعني الدين الإسلامي الحنيف وكذلك الأسرة هنيف عند المجتمع الطيب هذا اللي إحنا عايشين فيه دائما يعني تشدد إن الأسرة التآلف التراحم المودة تتغلب على هالأمور هاي كلها. وأمانة الأمانة يعني في الحال كانت النية موجودة اللهم بس بعض سوء التفاهم بس كان شيء ينحل يعني. ممتاز. هي تحتاج إلى تصحيح نوعا ما. طيب يعني اليوم أستاذ سالم، عندما نتحدث عن المشاكل الأسرية نحن نتحدث عن آلية صحيحة يجب اتباعها لحل هذه المشكلات. أبي أتكلم عن المشكلات الرئيسية التي ربما تقع فيها الأسرة في كثير من الأحيان. صحيح. يعني المشاكل الكبيرة بحاول أختصلها في ثلاث أشياء يعني أختزلها يعني. الشيء دي فضلك، الشيء الأول إصرار أحيانا يعني. الواحد يصر على معرفة سبب المشكلة أو سبب الزعل أو النفور أو الابتعاد من الشخص، وهذا منه ما كان يكون شخص كبير صغير طفل ريال حرمة، يعني كأنك تصر تقول لا لازم أعرف المشكلة الحين، وبتخلي الشخص يرجع يسترجع ذكريات ويعيش الموقف بسلبياته بمرارته، وصدق هو ما يبا يعني هالشيء، خاصة يعني بين الأزواج تكون هالأشياء شيء موجود يعني. صح. الشيء الثاني يعني عدم المصارحة، عدم المصارحة بين الطرفين لسبب، أحيانا تسمع خجل، أحيانا تسمع والله خاف إنه يزعل، يكون نتيجتها تراكمات، تراكمات تكون يعني تراكمات يعني، لكن الواحد يصارح يقول اللي في خاطره بشكل زين بشكل ودي، ولا ترى أخذوا عطف في النهاية طبعًا. يعني خاصة ما بين أزواج نتكلم عن أساس مجتمع يعني. صحيح. هاي كذا. السبب الثالث قد يكون يخفى عن العديد، هو ما يعرف بال، هو طبعا في طيب النفس اسمه جون دايموند استرالي كتب عنه كتاب حتى اللي الريتبل ميل سيندروم، ترجمته الحرفية متلازمة الذكورة المزعجة اللي هي موجودة. هالشيء هاي عبارة عن يعني موجودة مثل ما تقول الدورة العاطفية للرجل. صحيح. إذا قلنا جسم الإنسان 80% ماي و 20% ما بين أملاح و أملاح وأحماض في الجسم هذا، هذا لخص في اكتمال القمر اللي هو أصلاً له علاقة بحركة المد والجزر. جميل. وهذا عادة يصادف في الأشهر الشمسية نص الشهر 14-15-16. صحيح. اكتمال القمر يكون في هذا. ونينا على الأشهر الشمسية 13-14-15 الأشهر القمرية عفواً اللي هي شو أيام البيض. صحيح. صلى الله عليه وسلم نصومهم. صلى السلام. هذا السبب هذا. طبعاً. يعني لأن السوائل تكون هاجة في الجسم وشيء تسوي بالانس ما تقول في هذا الشيء. في دراسة. توازن. إيه نعم توازن. ففي دراسة عدوها في أمريكا على 33 متطوع.
رقابة شديدة أثناء النوم، لقوا أن في عندهم اختلال في هرمون الميلانونين اللي هو مسؤول عن الساعة البيولوجية يعني النوم. حلو. في هالفترة هاي اللي تكلم المسؤول عن النوم، إيه الهرمون هذا الهرمون الميلانونين، وكذلك الأنشطة المرتبطة الأنشطة الدماغية المرتبطة بالنوم العميق تقل بنسبة الثلث في هالفترة هاي. أعراض في نفسية طبعا في جسدية، الأعراض النفسية قلق، توتر، لا مبالاة، عصبية، جسديا وجع في الرأس، وجع في الركبة، آلام أصفر الظهر. الرجل رغبة العزال، هني عاد الحرمة بتصمم، لا شو فيك، لا ليش تي، ليش مبتعد عني، وهني والله صب روحه بعد بعرف كيف أصلا شو هالحال اللي فيه. صحيح. المشكلة مو بهني، المشكلة بعد ما ينجلي هالموضوع، بعد ما يعدي باي يرجع مثلا العلاقة يكون عنده أكيد يعني حاجة مثلا للجانب العاطفي هذا سواء نفسي أو جسدي. جميل. لكن يصد طبعا يقابله بالنفور من طرف الآخر. صحيح. يولد إحباط عنده مما قد يؤدي لا قدر الله للطلاق العاطفي، وبعدها الأمور تصير منحنى ثاني. إذا يعني تطرقت إلى زوايا جدا مهمة، اختيار الوقت المناسب وارتباطه ب القمر، ويعني هذا الأمر يعطينا لربما جانب آخر في حياتنا يجب أن ننتبه له في أسرتنا، في عائلتنا، حتى في شريك الحياة اللي نحن نتشارك فيه في كثير من الأحيان. مثل ما ذكرت يعني في بعض الأحيان المشكلات الأسرية تتلخص لربما في مشاكل صحية، مثل ما ذكرت صداع، ألم في جسده في موضع معين، أو حتى لربما يكون شيء نفسي خارج نطاق الأسرة ولكن يؤثر على الأسرة. صحيح. فبالتالي اليوم الزوجة على ما أعتقد والزوج أيضا يجب أن يختار الوقت المناسب. أكيد. ويجب أن يختار الطريقة الصحيحة في كيف أنه يحل هذه المشكلة أو يستوعبها. صحيح. مشكلة التحدث هو الأمر المهم اللي دائما يمكن يقع فيه المصارحة. المصارحة يعني حاول تحتوي الموضوع قد ما تقدر، مو بس والله بس لا تقول لي الحين وها بتقول لي خلاص بزعل وشي وبتنفذ. وكذلك الزوج عشان ما يفهموني الخوات يعني أنا متحازل. طبعًا. أكيد لا يعني لا والله طبعًا. بس يعني نحن نقول أشياء موجودة يعني مثلا أعراض الدورة الشهرية عند المرأة معروفة، بس الرجال من هالأشياء مو معروف بالنسبة له. صحيح. وما هو شيء علمي مثبت وسوي دراسات عليه كذلك، فلهذا السبب يعني قلت أن نضيء أو نسلط الضوء على هالجانب هذا كذلك. أعتقد الزوجة لها طاقة استيعابية أكثر من الزوج، طبيعة الحال، فبالتالي هي لذلك هي المسؤولية عليها بأنها تستوعب الحال اللي مر فيها الزوج، الأسرة، الأبناء، يعني هذا الأمر يتلخص في كل أفراد الأسرة. اليوم أنا يجب أني أختار كيف أقدر أحل هذه المشكلة، والوقت اللي ممكن أختاره. صحيح. طريقتي بالتحدث أو حتى إذا نصيحة بقدمها. صحيح. يجب أنها لا تكون بطريقة التجريح. أكيد. وأمام الجميع. أكيد. طيب. شيء. الأسرة شيء جدا مهم في حياتنا، لذلك أنا أبغيك توجه لي كلمة أخيرة أستاذ سالم في هذا الموضوع. والله يعني الكلمة الأخيرة في موضوع الخاص، موضوع العام، موضوع الأسرة طبعا هذا شيء ضروري جدا، ولازم الكل يعرف أنه إحنا نبني أجيال، وهذا شيء جدا ضروري جدا مهم، وأكيد في عقبات وصعوبات، لكن كل شيء بالتفاهم يستوي. طبعا. كل شيء في هالكون بالتفاهم يستوي. ما تبغى توفرت النية طبعا. طبعا. ولكن يعني حتى لما كان، بس على الأقل أنك كنت على الأقل بينت وجهة نظرك بهدوء بشيء، حتى الشخص اللي قدامك إذا كان منفعل أو متنرفز بعد يوم بيهدى إن شاء الله أكيد ما تصل إيجابية. الشيء العام والله حبيت أشكر يعني ضمير الاتحاد سيدي سمو الشيخ دكتور سلطان قاسم طغلب العمري يعني على شبكة القنوات الشرقية وأخذكم الوسطى كذلك والجماعة. صحيح. يعني ما يعني في أشد الحاجة لهالقنوات والبرامج في زمن الثورة المعلوماتية، الأخت تكلمت قبل شوية، ترى معلوماتية والتواصل الاجتماعي تتحل هالأشياء الإيجابية. طبعًا. أشياء جميلة عندكم برنامج تبقى ذكريات يعني حطوا المساء يعني مو بقصور البرامج الثانية طبعا، لكن يعني أحب البرامج لديك البرامج الحلوة هذه تأخذك العالم ثاني، تنزل عن تنسى كل شيء يعني أشياء بسيطة وهادية. وأنا صدق مشس الحاجة لها في 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 وقتنا المزمن الحالي. صحيح. كل الشكر لكم وللجماعة المصرية. أكيد. نحن أيضا بدورنا نشكرك الأستاذ سالم حسن بن علي خبير أسري، شكرا لقبولك دعوتنا وتوضيحك لنا لبعض من الآليات لحل مشاكل الأسرة، فشكرا لك وما قصرت. الشرف لي، الشرف لي يا أخوي. جزاك الله خير. إذن مشاهدينا الكرام، الآن نتجه معكم إلى اتجاه آخر، حيث الأماكن المخصصة للأطفال، ويستمتع الأطفال بممارسة الكثير من النشاطات الترفيهية فيها، وبالتأكيد راح نخصص بيت المرح في الساحة الآمنة للأطفال للعب بشكل أفضل وشكل آمن. خلونا نتابع معكم هذا التقرير وقبل نعود.
أدى تعدد المناطق الترفيهية والإبداعية في كورنيش خورفكان الجديد دورا مهما في جعل المنطقة محط أنظار الجميع، فهي تشتمل على بيت المرح وغيرها من المناطق المخصصة للأطفال. بيت المرح للأطفال هي منطقة ألعاب مخصصة للأطفال تضم مختلف الأنشطة الترفيهية المسلية والمغامرات الممتعة، بالإضافة إلى مضمار الحواجز وحائط التسلق وأحواض الكرات وغيرها من الألعاب المسلية المصممة خصيصا لتقدم للأطفال تجربة ممتعة ومتفردة لا تنسى وسط أجواء آمنة تماما. منح المكان اهتماما كبيرا للأطفال، إذ تتنوع الأنشطة هنا ما بين الألعاب التعليمية والألعاب التي تختبر مهارات الأطفال مع التركيز على عنصري المتعة والترفيه معا. طيب اتوقع يعني جزاهم الله خير فريق الاعداد ما قصروا واعطونا فكره امانه يمكن كان يطبقها بعض الاسر، ولكن هي فكره جديده مهمه بالذات في هذا الوقت اليوم مثل ما نشوف اذا كنا نخاف على عيالنا بان احنا نوديهم الملاهي او الالعاب او ناخذهم في اماكن مختلفه، نخاف عليهم من بعض الامراض، نخاف عليهم منهم يختلطون في اطفال اخرين. في بعض الشركات والجهات اللي تنظم لك ساحه لعب في البيت وانت آمن ومأمن على عيالك انهم يستمتعون يغيرون جو شوي يطلعون من جو الدراسة بالذات في إجازة نهاية الأسبوع. وهذه الأمور المهمة اللي نحن لازم نحرص على ان نحن نلبي رغبات الأطفال. اليوم الطفل من حقه بأن يمارس هذا اللعب، يمارس حقه في ان يرفه عن ما في داخله لأن طفل بالنهاية، والطفل هو طاقة، إذا ما فرغ هذه الطاقة باللعب وأنه يكتشف ويعبر عن ما في داخله فتوقع راح يكون مكبوت في داخله وايد أشياء راح تظهر نتائج السلبية في المستقبل عندما يكبر. طبعا من هذا التقرير الجميل ومع أطفالنا الأجمل نكون وصلنا معاكم إلى ختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا بنفس التوقيت فكونوا معنا، وإذاك الحين تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عمر أحمد ودمتم بأمان الله.